عند خيت مثل النفس بس راحتي وخلتني ولا يا عند خيت مثل النفس بس راحتي وخلتني بجفوفها تجيب الدوا خولش كثر بارتني الما ترضى ابكي من المرض لما مشيت بكيتني الما ترضى ابكي من المرض لما مشيت بكيتني اختي خاوله بالعمر كان الصغيره هواي وحشتها كبيرة الخذت دمعي بين يديها هواي مشتاق الحكيها منها كنت اسمع سواليف مالحق ويا اختي رقية يا خرج كانت حنينة هواية ولو صار اذاني الفجر تفرش لني وصلى نحمل فراق ما نحمل فراق يا 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 يما ما نحمل فراق يما بعدنا شفنا منك ليش ترحين يا يما يا يما يا 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 يما يما بعدنا شفنا منك اللي اشترحين يما وعلى فراق الصعب شو ما جرعناه يقطع بالقلب مثل السجاجين يا عزيزة قلبي يا يما يما يقطع بالقلب مثل سجاجين يما وعلى من قالوا وعلى من قالوا امك طاحت الروح ركضنا ركاض يما عليك حابين يا ابوي يما ركضنا ركاض يما يا يما عليك يما حابين شبك تجي العزيزة وطاحت الروح حسبال من شبك انش تقعدين مشتاق لك يا عزيزة قلبي يما يما حسبال من شبك انش يما تقعدين يما المين انا المن اروحا وشك همي انا تمنيت ثم اليوم يم ابويا يما تمنيت ثم اليوم والله يمي 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 انا امشي واسول بضيم الامي يا يما يا 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 يما يما الله بعون اي والله الفاقد اما مار بيها وحقك اسمع يما الله بعون كل من فاقد امه اليتيم شلون حال اخلاقه والله امه يا ناس طب للبيت اصيح بصوت اي والله يما اطب للبيت اصيح بصوتي يما 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 صيحا والصدى يرجع علي ويلي ابويا يما صيحا والصدى يرجع
يما عليا يما قمت اركض ورا تلبس عباية بلكت اقول انا امي هاي اهلا يا ابوي يما بلكت اقول يا والله امي هاي يما عالطم ذل اطمن الذاية يم القبر ويزيد ورن ابوي يا يما لكن لا ننسى من اجتمعنا لأجلها رحمة الله على روحها اخت عزيزة عند اخوتها واهلها لكن مرات الاخت ويا الاخو علاقة اصدقاء كوالدة تصبح لهم اذا غابت الوالدة الاخت هي تصير الوالدة لاخوتها وأقول بحقها رحمة الله على روحها خويا خويا ما ينشف دمع العين واسمها معلق بشفتي كل يوم من طبل البيت صيحني أمه وين اختي يما ما يا ما ما يا يا ما يرشب دمع العين وسمها معلق بشفتي كل يوم من اطبل البيت اصيحني يما وين اختي وين اختي يما يما عزيزة الاخ الصعبة تروح وين ابض القلب جلدي يا ريحة امنا من تغيب ليش على القبر رحت يا اخو خويا يا ليش على القبور والله خويا خويا رحت خويا من اختنا خويا من اختنا اعون والقلب دايب من اختنا ودليل السهم صاب خويا من اختنا والله من اختنا من اختنا يا ناس صفت هالدار وحشة يا ابويا والله صفت هالدار وحشة من خدنا خويا من خدنا وغدا ويلي ليحن قلبه علي ابويا يا ابويا يا خويا يا اخر يا اخر جرح بالروح او يا اخر نفس بيا يا خويا بشيلة التابوت ما تنحت رجلي يا خويا بشيلة خويا التابوت خويا ما تنحت رجلي خويا حق اللي يفقد مني يصيح خويا بهاي معلومة يا ناس يا غير اختنا من اللي تروح حقه يشقق هدوم يا ابويا شايف انت لما رثيل التراب عليها الله رحمة الله على روحها انت تهيل بالتراب عليها لكن هي الاخت حنينة يا والله تظل عينها على اخوتها عينها على ابوها على امها كذلك وخصوصا للاخوه لان مقارب عمرها تشكي الاخوه شوفوا الاخ ايش تريد اسمع ولا تأسى بفخر المخدرات زينب روحي لها الفداء عندما حنت للحسين روحي له الفداء لا ننسى من اجتمعنا من اجلها لاخوتي يا اخويا تقول خويا عليكم خويا عليكم خويا عليكم قمت اباوع عملت دفنوني احاجيكم ولا جلكم تسمعوني اي والله ها خويا خويا حاجيكم ولا جلكم تسمعوني يا اخوت اخويا حار تراب قبره يوجع عيوني صحت للبيت اخوت بساعة ردوني
اخويا صعب للبيت اخوتي بسايايا يا والله ردوني خويا راح اشتاق خويا الذيج قعدتنا قبل كنا سوية وحلوة لمت خويا قبل كنا سوية والله حلوة لمتنا خويا خدان الموت خويا وهل تفارقنا يا ابن يا ابويا يا خويا غصبا خويا غصبا علينا ملتف الناج خويا ما شال القبر كان من وياج لو صاحبي دينا ويانا جبنا يا ابويا لكن رحمة الله على روحيا كما نقل الأخوة هي أثناء الولادة فارقت الحياة تعتبر شهيدة رحمة الله على روحها كذلك ابنها جنينها ساعتين والتحق بجوار ربها والتحق مع أمه لكن ماذا يقول الشعر اسمع ابويا خويا قبل ما جلت أول خويا بس الوقت خلاني أون والذي جيل الفقد ولياني يا ناس أهلي خلصوا واحد ورا الثاني ابويا